اتوقع ما تحصل جهاز بطارية 5180 ملي امبير وبسعر 110 الف عراقي. السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى جلي حاوي. هذا الجهاز بلاك فيو الاي 52. هذا الجهاز اقتصادي، واحد من الاجهزة اللي تقدم لك اياه شركة بي سي اي الوكالة الرسمي لهذا الجهاز، بمواصفات حلوة مع السعر المطروح به. مع ما انه جهاز اقتصادي، لكن الشركة تقدم لك ضمان سنة كاملة صيانة للجهاز مجانية. طبعا كذلك تقدم لك الشركة توصيل مجاني لأي قطعة تطلع من عندها تعبر ال50 دولار. فانت لا تطلب من غير الوكالة على مود تضمن حقك انه الجهاز راح يكون اصلي الضمان الحقيقي، ومع الهدية الموجودة ويا الباور بانك. طبعا عدة اجهزة موجودة حسب ميزانيتك، اذا تريد تختار راح اذكر لك اياهم انا بالفيديو. موجودة عندهم عدة اجهزة من بلاك فيو، كذلك عندهم عدة تابلتات هم تقدر تطلبها وراح يوصلوا لك اياها الباب البيت. ومثل ما قلت لك تعبر 50 دولار راح تحصل خصم توصيل مجاني مع الهدايا الموجودة مع الاجهزة. هذا بلاك فيو الاي 52، جهاز اقتصادي. اول ما نبدي بالتصميم. هذا الجهاز يجي بتصميم من البلاستيك، لكن اذا تباوع لي للظهر بيخشونه نوعا ما، باللمس راح يكون حلو وانيق مع عدستين، شكل العدستين الموجودة بظهر الجهاز. امام تجي الشاشة اللي تكون بحجم 6.57 انش وبدقة ال HD بلس، مع عدد بكسلات 270 بكسل بابعاد 20:9. هذا الجهاز يجي بقطع من الجزء الاوسط العلوي لاحتواء الكاميرا الامامية. الشاشة حلوة بالاضاءة العالية، تقدر تقول تعلي الاضاءة للاعلى وراح تقدر تستخدم الجهاز وما بي اي مشاكل من هذا الجانب. نعم هذا الجهاز يجي بنظام الاندرويد 12، الواجهة القريبة للخام اللي ما راح تحسسك انه هاي الواجهة جدا ثقيلة، لكن هي الواجهة جدا سريعة بالنسبة للاجهزة الاقتصادية. الواجهة هنا راح تكون دوك او اس جو 3.0. نعم تقدر تقول هاي الواجهة الخاصة بهاي الاجهزة راح تعطيك نوعا ما اكو نوع من السلاسة باستخدام الجهاز. الحركة زينة بتنقل البرامج وحركة من خلال التطبيقات، لكن من الاستعمال المكثف او ممكن تستعمل استعمال قوي ممكن راح تحصل لاجات، لان هو باعتباره جهاز اقتصادي. المعالج اللي يجيب هذا الجهاز هو من يونيسونيك الاس سي 9863 اي. الرام هنا راح يكون 2 جيجا مع 32. هذا الجهاز باعتباره جهاز اقتصادي، نعم تلقي 32 ب 74 دولار، انا اتوقع قليل، موجوده حاليا بالسوق وبضمان وبكفاله من وكاله رسمي، وتوفر لك كل قطع غيار والاكسسوارات الموجوده به. كذلك عندها توصيل الباب البيت من تطلبه، ما راح تحتار انه موجود بمنطقتك او ما موجود. نعم هذا الجهاز جيد للاداء الاقتصادي اذا كنت تحب الاجهزه الثانويه. جيل الكاميرات، هذا الجهاز يمتلك كاميرا اماميه 5 ميجا بكسل، اما الكاميرا الخلفيه راح تكون 13 ميجا بكسل. نعم الجهاز ينطي صور حلوه مع وجود الذكاء الاصطناعي اللي راح يعدل لك هواي على الصور والفيديو اللي تختارها بهذا الجهاز. مع انه الفيديو زين بالاضاءة العالية وجهاز اقتصادي نكررها اكثر من مرة، لكن تقدر تحصل على فيديو بفول اتش دي بدقة ال 1080 كاميرا الخلفية. اما بالنسبة اذا اجينا للبطارية، هذا الجهاز يجي بطارية 5180 ملي امبير، وهنا احلى شغلة انه بجهاز يمتلك بطارية كلش كبيرة. نعم مع وجود اليو اس بي تايب سي اللي تقدر تشحن الجهاز من خلال يو اس بي تايب سي، وانا اللي شاهدته او شفت من خلال المراجعات هواي اجهزة اقتصادية تجينا بمايكرو لحد الان مع ما احنا ب 2022، لكن يقدم لك واحدة من الميزات الحلوة لهذا الجهاز انه يقدم لك يو اس بي تايب سي، تقدر تشحنه باي شاحنة موجودة عندك، حتى لو كان جهاز فلاكشيب نفسها شاحنة تقدر تشحن به هذا الجهاز. مع انه هذا الجهاز ما يشحن شحن سريع، يشحن فقط 10 واط مع البطارية 5000 ملي امبير، انا اشوفها جدا قليلة، لكن بالنتيجة انت تعرف انه هذا الجهاز اقتصادي فما راح تخلي لك شحن سريع ولا تضيف لك اضافات قوية على مود يبقى سعر الجهاز جدا منافس. وانا حقيقة من شفت ال 74 دولار ويا مواصفات هذا الجهاز، انا اعتبره واحد من افضل الاجهزة المنافسة حاليا موجودة بالسوق، اللي تقدم لك ذاكرة 32، تقدر تقول ذاكرة جهاز ثانوي تستخدمه ب 74 دولار. ولو كان عندنا الدولار نازل كان 74 دولار ما يقارب ال 85 الف، لكن هسه بما انه الدولار صاعد راح يكون سعره بال 110 الف، يعني واحد من افضل الاجهزة او ارخص الاجهزة بذاكرة 32 بطارية 5000 ملي امبير وشحن سريع يو اس بي تايب سي وبضمان وكالة رسمي داعمته للجهاز حتى لو كان اقتصادي
وتاخذه وانت ما تحصل اي مشاكل بالجهاز مع الاستخدام، مع انه جهاز اقتصادي يوصل لك الى يوم ونص بالاستخدام المتوسط بالنسبه للبطاريه، اما بالاستخدام المكثف وما اتوقع راح اكو شخص راح يستخدمه استخدام مكثف بالنسبه للبطاريه هاي، فراح يعبرك 6 ساعات بالنسبه للبطاريه، بطاريته كلش كبيره وشاشته من نوع اي بي اس ال سي دي، الشاشه هنا ما راح تصرف لك شحن ولا طاقة جدا كبيرة. هذا كل شيء عن جهاز بلاك فيو الاي 52. طبعا اذا عجبك الجهاز تقدر تطلبه من الشركة وراح تزول لك اياه، او اذا عجبك واحد من الاجهزة الموجودة من شركة بلاك فيو طبعا بي سي اي راح توصل لك اياه الباب البيت. كل الروابط والاشياء اللي تحتاجها راح اخلي لك اياها اسفل الفيديو، على مود اذا ردت تطلبه ما راح تكون محتار. نهاية الفيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة، وياكم مرتضى جيلي حاوي.